شاهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 3. تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض تقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 3، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهدا للمشاركة في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بجانب مساهمتها في إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات، وناقش عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء تنفيذ المهام. وفي سياق متصل قام الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تضمنت افتتاح عدد من المصانع بورش الإنتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة. كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التي تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة.